ننتقل للزميلة ماري سلمة المحللة المالية في الشرق للأخبار. يعني سأبدأ معك ماري من حيث انتهى عبد الله فيما يتعلق بالبنوك، يعني نستكمل هذا الحديث منذ يوم أمس. اليوم في اجتماع لمجلس إدارة فاب للنظر في النتائج المالية للربع الثاني، وبحسب التقارير الأنظار كلها تتركز حول نمو الإقراض للبنك. هل هذا يعني صورة عامة تراقبها الأسواق لنتائج البنوك؟ صباح الخير محمد. ما فينا نشمل موضوع القروض يلي بتنعطى من قبل البنوك ان كان للشركات او حتى للافراد. يعني بالامارات تحديدا نحن من فتره حكينا شوي عن نوعيه القروض يلي البنوك بتعطيها، وابرز البنوك يلي بتعطي قروض للشركات هو فاب. فالنظره بالنسبه لفاب تختلف عن غير من البنوك. اميرتس ام بي دي مثلا بيعطي المقترضين الافراد، فكل من كل بنك عنده سياسته الخاصه في بهذا الموضوع، وعلى هذا الاساس بتفرق معه هامشيه الارباح. يعني نحن بنشوف مثلا انه اميرتس ام بي دي ممكن يكون هوامش الربح عنده اعلى بحكم انه احجام القروض يمكن تكون كعدد اكثر، ولكن كقيمه يمكن تكون اقل من القروض اللي بتعطيها فاب. والنسب تبع الفوائد اللي بياخذوها على المقترضين الافراد غير ما هي عند الشركات، فكرمال هيك بنلاقي في عندنا نوع من تباين فيما يتعلق بالقروض اللي بتعطيها البنوك. لكن بالنسبة لفاب مش بس انه القروض حتزيد او انه متوقع انه تكون في زيادة رغم زيادة الفوائد، ولكن حتى الجايدنس تبعهم للفترة المقبلة ممكن انه يتم مراجعتها لحتى تصير انه عم تعكس شوي الواقع اللي هو عم بيشوفوه من خلال الطلب الزائد على القروض بالنسبة للشركات. هلا فاب اليوم متوقع انه يكون الاعلان تبع النتائج تبعهم من بعد اغلاق السوق. حاليا المستثمرين عم يتفاعلوا بشكل سلبي مع هذه الوقائع، ولكن ليست هي فقط على فاب إنما على الأسواق بشكل عام. يعني عم نشوف أحجام تداول ضعيفة، عم نشوف تراجعات طفيفة على المؤشرات، ولكن هيدي شغلة طبيعية، وخاصة إذا بدنا ناخذ سوق دبي المالي مش سوق أبو ظبي. سوق أبو ظبي اعتدنا إنه نشوف هذه التراجعات الطفيفة اللي هي دون النصف النقطة المئوية عم بتكون خلال الجلسات، وعم بتكون إجمالا على الشركات القيادية هي اللي عم بتكون عم بتأثر أكثر شيء على المؤشر. ولكن بسوق دبي المالي نحن كنا شهدنا 5 أيام من الارتفاعات، اليوم عم نشوف كنا امبارح واليوم نوع من جني الارباح. يعني حتى الساعه بعتقد بسوق دبي المالي احجام التداول بعد ما تخطت 70 مليار درهم، يلي هي نحن بالعاده بنشوفها كثير اعلى من هيك بالايام العاديه. امبارح كانت احجام التداول 28% دون معدل ال 90 يوم. يعني عم نقدر ناخذ فكره انه عمليات جني الارباح عم بتكون من فئه معينه من المستثمرين، وهذا شيء جدا طبيعي انه نشوفه من بعد الارتفاعات القياسيه اللي شفناها. ولكن لوين رايح مؤشر سوق دبي؟ هو السؤال اللي بيطرح نفسه انه بالنسبه لكثير من المستثمرين انه تخطينا مستوى ال 4000، هل انه من بعد ما رجعنا كسرناه نزولا نحن رايحين باتجاه هبوطي؟ ابدا، لانه اذا بدنا ناخذ الموضوع من ناحيه تقنيه في عندنا نحن مستويات دعم للمؤشر، خاصة من بعد ما تخطى المستوى ال 4000. يعني إذا بدنا نجي ناخده تقنيا، أول مستوى دعم للمؤشر حيكون على 3999، من بعدها في عندنا 67. يعني نحن بعدنا ضمن النطاق الطبيعي فيما يتعلق بالتداولات وبعمليات جني الأرباح يلي بتصير على المؤشر من بعد ما يتخطى هذه المستويات. من ناحية أخرى كان مؤشر السوق القطري هو يلي عم يسجل ارتفاعات اليوم، رغم أنه كان يمكن من المتوقع أنه نشهد نوع من الضغط على المؤشر، خاصة من بعد ما قطر فيوز أعلنت عن النتائج تبعها، وكان في تراجع تقريبا بحدود 13% على أساس سنوي. ولكن الشركة أعلنت أنه هي سبب التراجع بالأرباح تبعها هو أنه بالربع الأول كانت قد أتمت مشاريع كبيرة فيما يتعلق بالبنى التحتية، وما في عندهم بقى يعني نفس كمية المشاريع أو أحجام المشاريع بالفترة المقبلة، فالطلب عم بيقل، خاصة أنه كمان أسعار النفط عم تتراجع كان بالفترة الأخيرة. فبالنسبة للشركات شركات الطاقة أو الدغري المتعلقة بالنفط بلشنا نشوف نوع من النتائج عم تصدر من قبلهم، وعم بتكون يعني ضمن التوقعات، ولكن في مكان ما دون
يعني توقعات المحللين. هلا متوقع ان يكون في تراجع، ولكن في محلات عم تكون اكثر من ما هو كان متوقع، وهذا الشيء اللي حيأثر على الاسواق. يعني اليوم شفنا المتقدمه بالسعوديه والنتائج اللي اعلنوها، وحنضلنا عم نتابع نتائج الشركات لانه هي اللي حتكون المحرك الاساسي، مش فقط يعني اللي عم بيصير بالاسواق العالميه والايجابيه اللي هناك بدها تنعكس عنا على الاسواق. في عنا اخبار شركات وفي عنا نتائج مرتقبه، وهي اللي حتكون المحرك وحتفضل المحرك لحديت ما نخلص من موسم اعلان النتائج تبع الشركات. شكرا لك ماري سالم على كل هذه التفاصيل والتحليلات التي قدمتيها لنا الآن.